بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فقد وقفت عند الآية التالية من أجل أنها توضح تماما للناس دين الحق حتى لا يجهل جاهل حقيقة الدين فيكون يدين بغير دين الله وهو يظن نفسه على دين الله وأنه داخل إلى الجنة، حتى لا يغش نفسه ويقع ويوقعه جهله في جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. فقد يدعي بعض الناس أنه يعني التسمية صارت كلمة علماني، يعني هو لا دين له، قد يظن نفسه عن غير فهم للحقائق أنه يعني حيادي. لا، هذه ليست حيادية. لا يوجد مخلوق من بني آدم إن لم يكن مجنونا لا دين له. المجنون له دين، ليس له دين. نعم، لأنه عندما يدخل أحد الناس إلى مكاني ويجلس، ماذا تريد؟ قل لا أعلم. لماذا جئت إلى هنا؟ لا أعلم. نصورك لماذا؟ ما بيعرف. فهذا صحيح ما له دين، ما بيفهم، لا إشي ماذا يعمل. ولكن إذا كان به عقل لابد له من دين. حتى السارق عندما يسرق له دين، تنتج سرقته عن طريق تفكير وتخطيط. الإنسان يخطط، الحيوان يمشي وراء الغريزة، يرى العشب فيتبعه، يرى الأنثى فيتبعها. هدفه في الحياة مثل ما كان يقول والدي، بعض الناس كالحيوانات هدفهم شعير مغربل وحمارة بيضة، هذه هدف الحيوانات. أما الإنسان لا، له نوازع وله متطلبات وله حاجيات مشتركة كثيرة. ولذلك بيّن الله لنا في آية أخرى، ذكرت لكم زين الناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير. لماذا؟ لأنه يحتاج إلى أمور كثيرة لذاته ولمجتمعه، منها لتجمله في أشياء في الإسلام، أحكام اسمها التحسينيات، يعني التزيينيات، الأمور الجمالية، الأمور التي تأتي في الدرجة الأخيرة. دين الله كامل، فما في أحد في الحياة ما له دين. الفرق بين واحد وواحد أن هذا دينه النصرانية، هذا دينه اليهودية، هذا دينه الإلحاد. أحد الفلاسفة قال إنه لا دين للإنسان، قال أنا أعتقد أنه لا دين للإنسان وأن الأنبياء دجالون. فرد عليه الدكتور كونت وهو فيلسوف ألماني، قال له اعتقادك بأنه لا دين للإنسان هو دين لك، إذن أثبت له الدين، ولكن دينه غير الحق. ولذلك من يعتقد نفسه أنه لا ديني فهو لا ديني، يعني ليس نصرانيا ولا يهوديا ولا مسلما، إنما هو كافر أتبع الهوى، الشياطين، مصالح إلى آخره. ما في حد ماله دين. ولذلك هذه الآية استوقفتني عندما يقول الله تبارك وتعالى فيها أن هناك أناسا يطلبون غير دين الله. دين الله هو الحق. الله خلق الإنسان وبين له منهجا يسير فيه حتى يعيش سعيدا، فإذا ترك هذا المنهج فقد ابتغى وطلب غير دين الله. أفغير دين الله يبغون، يطلبون غير دين الله. وقد بينت الدلائل بوضوح أن الله خالق كل شيء في الوجود ومن جملتها الإنسان، وله أسلم، أي استسلم وانقاد له وحده سبحانه وتعالى، من في السماوات والأرض. حتى أنت يا إنسان الذي تقول أنك لا تدين بدين، أنت مستسلم لإرادة الله رغم أنفك. ولذلك العلماء قالوا هناك عبادة لله قسرية وهناك عبادة لله اختيارية. فالعبادة القسرية هي كل مخلوق خاضع لله، شاء أو أبى، حتى الكفار ولو قالوا هن ما بيطيعوا الله، بدهم كذا، ما بيأمنوا بالله، الله هو الذي يتصرف في ولادتهم وفي تكوين جسمهم وفي خلقهم وفي كذا وفي الأمراض التي تصيبهم وفي صحتهم وفي مرضهم وفي الابتلاءات التي يرونها،
هو الذي يتصرف فيها. وفي ملك الموت عندما يقبض أرواحهم هل يستطيع أن يغير ذلك؟ لا. خلق هذا أنثى، هذه أنثى وهذا ذكر، هل يستطيع أن يغير ذلك؟ لا، خاضع لأمر الله. فهذا اسمه عبودية اضطرارية. العبودية الاختيارية عبد هو المؤمن الذي علم أن الله تبارك وتعالى بيده كل شيء، وأن الله أنزل له منهجا يسير عليه، والله الذي خلقه هو أدرى بمصالح خلقه، فيختار طاعة الله ويتبع دين الله ولا يبتغي غير دين الله. أفغير دين الله يبغون يطلبون، بعد الأدلة التي تدل على أن كل شيء خاضع لله وله سبحانه وتعالى، وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها. شوف الفكرة جاءت في الآية، أسلم طوعا هم المؤمنون، علموا أن الله هو يستحق الطاعة والعبودية وحده لا شريك له، فأطاعوه وتحرروا عن العبودية لغيره. وكرها حتى الكفار يطيعون الله في خلقتهم، ذكر أو أنثى، طويل قصير، جميل قبيح. ملك الموت يأخذ اليوم يأخذ بكرة، ما بيده رغم أنفه. وكرها طوعا وكرها وإليه يرجعون، إليه في الآخرة يرجعون ليجزيهم على أعمالهم. فمن أطاع الله برضا بإخلاص لله سعد، كما سعد في الدنيا لأنه أطاع الخير والحق. الله ما يحتاجه، عندما تطيع مخلوق قد يأمرك بما يحقق مصالحه، وإن كان يزعم أنه يريد مصلحتك، مثل الأستاذ الذي قال للطالبات يا بناتي يا بنات ليش أنتوا هيك مسترين كمكرين، افتحوا صدركم شمروا عن إيديكم الدنيا حر شموا هوا، هل يريدهم فعلا أن يشموا هوا؟ قالت له إحدى الطالبات أستاذ تسمح؟ قال نعم. قالت له نحن مسرورين ما يقينا البرد يقينا الحر، ولكن بظهر أستاذ عقل مشوب. أنت تريد أن تصل إلى أغراضك، ليس لك ذلك. فربنا سبحانه وتعالى يرجع إليه وحده الخلائق فيحاسبهم على أعمالهم. فمن فهم الحقيقة الكلية في الكون أن الله خلقه ليتحرر من العبودية لغير الله وليعبد الله وحده لا شريك له، فأطاع الله فيما أنزل كما ذكرت في آية سابقة، طاعة الله والرسول، سعد في الدنيا وسعد في الآخرة. اللهم اجعلنا ممن يتبعون الحق ويسيرون وراء طريق الخير في الدنيا، حتى نسعد في الآخرة بجنة عرضها السماوات والأرض وعدة المتقين. الحمد لله رب العالمين. Thank you.